يقول في بلدنا بعض الإخوة يلقون الدروس على النساء بدون حجاب ساتر، علما بأن هذه الدروس في البيوت، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أنه يجب أنه يبلغهم بوجوب الحجاب، يأمرهم بالحجاب، فإذا احتجبنا يدرسهم، أو يكون بينه وبينهن ساتر، يكون بينه وبينهن ساتر من خرقة أو شيء ما يمنع الصوت، ولكنه يستر ما وراءه. نعم.